اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا منان اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعله شافعا لنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد يا حي يا قيوم اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا يا رب العالمين اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا جميعا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر إلى الغنى ومن السخط إلى الرضا ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك
وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين.